بسم الله وعلى بركة الله، مرحبا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم راح نحضر موسكوتشو بمواد سهلة وبسيطة. إليكم مباشرة المقادير. عندي هنا 5 حبات تاع البيض، درت عليهم قرصة تاع الملح. عندي كاس سكر عادي، كاس حليب، وبنفس الكاس راح نكيل به كاس زيت. عندي 2 خمارة الحلوى، لافاني والفارينة. ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. نستعمل الباتور، ندير عليه كاس سكر عادي، ندير قسم مغرف قهوة فانيليا، ونخلط البيض والسكر حتى يولي اللون فاتح. نضيف كاس، نفس الكاس نكيل به كاس تاع الزيت. نضيفه بالتدريج شوية شوية. دوك نبدأ نضيف في الفارينة. الكاس الأول ندير معاه 2 خميرة الحلوى، راني درت الكاس الأول تاع الفارينة ومعاه 2 خميرة الحلوى. دوك نبدأ نخلط. نزيد الكاس الثاني، راني درت 2 كيسان فارينة. دوك الكاس الثالث نديرو بالتدريج شوية شوية باش نشوفو إلا تديلي 3 كيسان ولا أقل.
نزيد هكا شويه اللي بقى هكا درت لي ثلث كيسان فرينه سوا سوا هكذا نوريك القهوة نتاعها كيفاش يجي. عندي مول هكذا مدور دهنتو بالزيت ورشيتو بشوية فرينة دوك نفرغ راني شعلت ديجا الفور باش يسخن، شعلته من تحت كي يطيب لي من تحت نعاود نشعلو باش تحمر لي من الفوق، نعاود نولي لكم باش نشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك المسكوتشو تاعي بعد ما طاب هاوليك في صحن التقديم، دوك نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جا. هاولي كيفاش يجي خفيف هاوليك يعني جا خفيف هايل ها شوفوا كيفاش يجي والله يعني نتمنى انكم تجربوها لانها وصفة بسيطة مقاديرها بسيطة توجد في نص ساعة هكا القهوة تاع العشية ولا القهوة تاع الصباح نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله ما تنسوش ولا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم لا فيديو وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي والى الملتقى ان شاء الله.